عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة طبخة ومعلومة مع أم تسنيم. بصوا يا جماعة، أنا جايبة لكم موضوع كده، قصة رعب. يعني القصة دي عن جبل اسمه حرفة في السعودية. الجبل ده يا جماعة لو دخلتوا وبحثتوا عنه هتعرفوا القصص اللي أنا بقولها لكم إن هي حقيقية فعلا. الجبل ده موجود في السعودية في مكان معين. يعني الجبل ده يا جماعة الناس بتتكلم عليه كلها وبتقول إن هو في جن وحاجات من كده وقصص حقيقية حصلت للناس. كانوا الناس اللي هم ساكنين جنب جبل حرفة في السعودية ده يا جماعة كانوا بيسمعوا صوت أطفال بتعيط بالليل وصوت موسيقى وصوت أصوات أكن حد عايش في الجبل ده. لما كانوا بيروحوا ويشوفوا مين اللي الأصوات دي صادرة عنه، يعني ما كانوش بيلاقوا حد هناك في الجبل، بيلاقوا الجبل فاضي. هما بيسمعوا الأصوات دي لفترة معينة وبعد كده بتختفي. القصة الأولانية قصة بنت يا جماعة عذراء جميلة جدا. كانت في يوم من الأيام ماشية ناحية الجبل، كانت رايحة بير جنب الجبل بتاخد منه مية بتحط جردل وتنزل في البير وتطلع. فلما هي كانت بتطلع يا جماعة المية بالجردل، لقت في البير من تحت خاتم زي خاتم ذهب. فالبنت طبعا الفضول بتاعها كانت عايزة تاخده بأي طريقة، فراحت يا جماعة عاملة ايه، راحت حاولت تمد الجردل كده عشان تطلع الخاتم الذهب ده. لقيت يا جماعة ايه، حاجة عمالة تشد فيها لغاية ما نزلت تحت في البير. ومن ساعتها يا جماعة البنت دي ما فيش اي خبر عنها ولا حد يعرف عنها اي حاجة، ولا في اي يعني، ولا ماتت ولا مشيت ولا اي حاجة. هي وقعت في الجبل ما طلعتش تاني. غير بعدها باسبوع ابوها يا جماعة اتفاجئ بايه، اتفاجئ بتعبان كبير قوي في بيته. التعبان ده دخل، فهو كان خايف وكان هيضربه، قال له لا استنى. التعبان اتكلم يا جماعه، قال له لا استنى ما تضربنيش، انا جايب لك رساله من بنتك. قال له رساله من بنتي؟ بنتي فين؟ قال له بنتك اتجوزها واحد من الجن في جبل حرفه، ما تدورش عليها، انا حبيت بس اجيلك واعرفك ان هي اتجوزت مارد من الجن هناك، وهي اللي بعتتني عشان اطمن قلبك لان انت عمال تدور عليها، بنتك عندنا والجن اتجوزها. دي اول قصة يا جماعة. ابوها فعلا راح حكاها لصحيفة هناك كبيرة، اللي هما بيكتبوا يا جماعة المكان اللي هو بتاع الجريدة. راح حكى يا جماعة القصة دي، وفعلا تعبان جاله تعبان كبير قوي، وكلمه وكانت شاهدة على الموضوع ده مراته. والتعبان اتكلم وقال له ان بنتك متجوزها جن من الجن اللي عايش في جبل حرفة. دي اول قصة يا جماعة. القصة التانية يا جماعة برضو عن الجبل ده يا جماعة، ان كان في يوم من الايام اربع شباب من السعودية حبوا يروحوا يقعدوا هناك، يعملوا خيمة ويعملوا يشووا خروف ويعملوا شاي ويقعدوا هناك يتسمروا ويقعدوا مع بعض. اربع شباب يا جماعة راحوا وقعدوا جنب الجبل بالقرب من الجبل وخيموا هناك وقعدوا فترة شوية، يعني عشان كانوا بيشووا خروف وكده. فاتنين منهم يا جماعة اترهنوا مع الاتنين التانيين ان هما يخشوا الجبل ويطلعوا يحكوا لهم ايه اللي حصل، لان الناس عمالة تتكلم وتقول في جن في الجبل في جن في الجبل، هما مش مصدقين وكانوا بيستهزأوا يا جماعة. فطبعا اتنين منهم قالوا احنا هنروح ونشوف موضوع الجبل ده ونشوف ايه الجن ده. اتنين منهم يا جماعة اتحركوا، والاتنين التانيين كانوا قاعدين بيشووا الاكل بيعملوا الاكل، وعقبال ما الاتنين التانيين يطلعوا راح منهم اتنين دخلوا الجبل يا جماعه. طبعا الاتنين كانوا ماشيين، خدوا العربيه لان كان في مسافه شويه عقبال ما تروح للجبل. ركبوا العربيه يا جماعه والاتنين كانوا خايفين جدا، حتى قالوا لبعض احنا خايفين من الرهان اللي احنا اتراهننا ده، بس مش هينفع نرجع فيه عشان اصدقائنا اللي هناك هيطلعوها علينا وهيفضحونا. احنا نروح ونشوف نلف حوالين الجبل بس ما ندخلش. خدوا العربيه يا جماعه وماشيين، على فجاه واحد اللي هو كان بيسوق يا جماعه على فجاه وقف ضرب فرامل فجأة. فصاحبه بيقول له انت وقفت ليه؟ قال له انت ما شفتش الست اللي عدت من قدام العربية؟ قال له ست؟ احنا يا عم في حتة مقطوعة، واستحالة في واحدة ست تعدي من الحتة دي. قال له لا انا شفتها. قال له لا ما فيش حد بيتهيألك، كمل طريقك خلينا نروح نخلص الرهان ده ونروح. راح يا جماعة كمل طريقه، هو كان خايف وده كان خايف مرعوب وكان عايز يرجع بس ما قدرش يرجع. راح يا جماعة وقف مشي بالعربية، دخلوا الجبل يا جماعة. أول ما دخلوا الجبل بقوا عمالين يسمعوا صوت أطفال، يسمعوا صوت تكسير، صوت موسيقى، صوت ست بتعمل طبيخ لعيالها بتطبخ، صوت بوتاجاز، عارفين لما تيجوا تقلبوا بالمعلقة في الحلة كده هو ده الصوت.
راحوا يا جماعة مشوا، راح قال له يلا يلا نخرج بقى، احنا خلاص دخلنا الجبل، يلا بسرعة نخرج عشان انا كده ايه، انا خايف مرعوب. والتاني ده قعد يعيط، واحد من صاحبه، والتاني جسمه بقى عمال يتنفض، يلا نخرج. قبل ما يخرجوا يا جماعة سمعوا حاجة غريبة، سمعوا صوت ست بتستغيث بتصوت بتقول لهم الحقوني الحقوني. طبعا هم قالوا هنخش نشوف الست دي، لتكون فعلا في ست محتجزة جوه. جريوا يا جماعة بيشوفوا الست، ملقوش حد، راحوا عند مصدر الصوت ملقوش حد. سمعوا ايه يا جماعة؟ سمعوا صوت طفل بيعيط. طب فين الست اللي كانت بتستغيث؟ الطفل ده جه منين؟ الطفل الصراخ بتاعه فضل يزيد يزيد يزيد. راح ده قال لي ده يلا نمشي بسرعة، يلا بسرعة، ده الموضوع زاد عن حده، يلا نمشي. واحد منهم مرضيش يمشي، قال له لا اصبر لما اشوف الطفل ده فين. فواقف يا جماعة لسه بيدي ظهره كده وماشي. راح واحد منهم، في حد خبط على ايديه كده، فبيبص على كتفه، راح بيبص كده يا جماعة ورا، لقى عيل صغير بيقول له انت دوست على اخويا موته وصحته من النوم، ماما مش هتسيبك. طبعا اول ما شاف كده اللي هو خبط على كتفه، وقع اغمى عليه اول ما شاف الطفل ده، لانه كان شكله مرعب يا جماعة، وقع اغمى عليه. راح يا جماعه صاحبه بيفوق فيه عشان ياخده ويطلع بيه بره. راحت الست ظهرت للواد اللي هو بيفوق صاحبه، وقالت له سيبه هو مش شايفوه، انا خدته ليا خلاص. قال لها يعني ايه خدتي ليك؟ قالت له انا خدته ليا، هو داس على ابني وموته الرضيع، انا خلاص ده بقى ابني، وانت كمان مش هتخرج من هنا لان انت هتبقى ابني. طبعا هو ده الناجي يا جماعة، اللي كان الناجي الوحيد من الموضوع ده، هو اللي كان بيحكي القصة لما خرج. بيقول لك شكلها مرعب يا جماعة، لسانها طويل وعينيها مبرقة وحمرة وشعرها طويل وابيض في اسود وتخينة جدا. وقال له انت مش، قالت له انت مش هتخرج، انتوا قتلتوا ابني انتوا الاتنين، انا خلاص خدت صاحبك اللي هو في الارض، الدور عليك هتبقى ابني وهاخدك ليا مدى الحياة. طبعا اللي بيفوق صاحبه هو رخر، وقع اغمى عليه يا جماعه. بعد كام يوم صحابهم راحوا وبلغوا عن الموضوع اختفاء اصدقائهم، وحصل واحد اتنين تلاته. جاب قوه ودخل يا جماعه، وفعلا لقوا جثه صاحبه الاولاني اللي هو وقع اول مره واغمى عليه، والتاني لقوه يا جماعه بس لقوه مختل يعني اتجنن. كان بيحكي القصه دي وحكى الموضوع ده، بس اتجنن من بعد الموضوع ده، بيقول لك اتحجز في مستشفى الامراض العقليه. وطبعا يا جماعه لما نعرف مكان يكون فيه جن ولا حاجه، ما نعاندش نفسينا ونستهزأ ونقول هنروح ونشوف ايه اللي هناك. ادي اخره الاستقطاب، وفعلا يا جماعه الجبل ده موجود في السعوديه، انا مش بكذب. يا رب القصه تعجبكم، لو عجبكم ما تنسوش التعليق والاشتراك واللايك يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.